تمام؟ تمام. ايوه يا حبيبي. عملتي ايه؟ استنى، عملتي ايه؟ دي كام ده ايه؟ ما سمعتيش حاجة؟ لا يا بابا، ما رضيش ياخدوا مني حاجة. بس يا بابا، واحدة صاحبتي يا بابا شافتني وهي مع أبوها وأمها. صباح الخير يا محمود. هنفضل على الحال ده لحد امتى؟ حالي احنا محتاجين حاجات كتير في البيت، خلاص كل اللي عندنا في البيت قرب يخلص. حاول تتصرف. يعني اخر فطار لينا النهارده، مفيش اي بعد كده حاجه لينا في البيت. ايوه اعمل ايه؟ انت لو كنت، ما انت كنت بطلت اللي انت كنت فيه ده وكنت ماشي كويس. ايه اللي حصل لك؟ معرفش اللي حصل لي. هنفضل كده لحد امتى يعني؟ مالك كويس؟ وانت مش شايف نفسك ولا ايه؟ مش شايف نفسك انت معايشنا ازاي ولا معايش بنتك ازاي؟ هو انت ايه، مكفوش شويه بقى من اللي انت فيه ده؟ ايه في الكلام ده خالص؟ اقع فين يا بت؟ رايح الدرس يا بابا. درس ايه يا بت؟ بس يا بابا كل ما اروح الدرس الميس بتقول لي انا عاوزه الفلوس، وبتزعلي من صحابي كلهم. يرضيك يعني كنت زعلانه من صحابها كده يا بابا؟ يعني صحابي يستعروا مني. انت كنت بدي بس؟ عايزهم ليه؟ عايزهم ليه؟ تفتحي بقك خالص. عايزهم ليه؟ تفتحيش بقك. بص يا بت، انا هجيب لك مناديل تطلعي على البحر. انا هجيب معاك. تعيش بقك. مناديل تشتغل. مين هتشتغل؟ الناس بتعاطف مع العيال الصغيره، او نعرف ناس بيجيبوا فلوس كده. مش بيعرف مناديل. هي اللي هتشتغل ولا انت؟ مفيش دعوه انت. انا ما بقتش قادر اشتغل خلاص. مش شويه شويه بنزل اشتغل انا كمان. يا وانا بشوف صحابي. بس ساكته ما تكلميش معايا وما تقعديش معايا خالص. هو الاباب بس اللي بيصرف علينا. مفيش دعوه. بعدين بقى مش هتعلم زي اصحابي كلهم. بحالي بقى فهمي. يعني هتضيع حتى مستقبل البنت حتى في التعليم؟ ما تخليها تنفعنا بحاجه لما تكبر، يمكن هي اللي تطلعنا من الدنيا اللي احنا فيها دي. شوفي معاك 20 جنيه كل مره دي. ممكن اطلع 3 مع 20 جنيه معايا انا؟ معايا انا؟ اه. ما تطلع تشوف انت 20 جنيه. هو ممكن اطلع دكتور يا بابا اساعدك لو انت دكتور؟ مش هينفعنا بحاجه، بنتعلم والله لازم نتعلم حقوق في البيت، انت اتعلمها عني انا في البيت. اسمع بس اسمع، مش هسيبك تضيع مستقبل البيت انا. كانت بتعيش بقى في البيت وانا حر فيها. انا مش هسيبك تضيع مستقبل البيت. يلا بنت انا معايا. خلاص تعيش بقى خلاص. ما ينفعش اللي انت بتعمله ده، ما ينفعش تضيع مستقبل البنت ومستقبلنا وحياتنا كلنا. انا هعيشك، اسمع مني، خليك تعيش بدل ما تموتي. يلا. اتفضلي منزلي يا طنط. لا حبيبتي مش عايزه والله حبيبتي. معلش يا طنط نفعيني بيه خلاص. معلش يا طنط. انت بتبيعي مناديل ليه كده؟ انا ببيع مناديل ليه؟ بابا قال لي سيب تعليمك وبيع مناديل. باباك اللي قال لك كده؟ اه. رح يقولي لبابا يا بابا حرام عليك يا بابا تطلعني من التعليم يا بابا. بس دي مش شغلانة، عيب. ده بشتغل بالحلال. طب حرام ما يطلعكيش من المدرسة؟ مش بإرادتي والله. مش بإرادتك؟ لا معلش. لا خديها، مش عايزة. خديها. لا مش عايزة. لا ونانسي بتلعب قدامنا، مفيش اي مشكله. عمو تاخد حاجه؟ يا عمو نفعني باي حاجه ولا مش محتاجه يا حبيبتي؟ والله لا يا احمد، اديها حرام، باين عليها عسوله. اسمك ايه يا حبيبتي؟ اسمي امنيه. اسمك جميل يا امنيه. ايه ده امنيه؟ نانسي تعرفيها دي يا نانسي؟ ايوه ماما، دي معايا في المدرسه وبتطلع على طول من الاوائل. طب يا حبيبتي طالما بتطلعي من الاوائل وشاطره قوي كده، ليه بتبيعي مناديل؟ اصل بابا ما معهوش فلوس، ما بيشتغلش، وبعدين اتخانقوا هو وماما لحد ما وصل الحل ان انا ابيع مناديل. يعني تعليم بابا ما بيشتغلش وسبتي تعليمك، ومامتك ما بتشتغلش وسايبينك انت تنزلي تشتغلي وتسيبي تعليمك كمان؟ بابا قال لي اشتغلي زي كل البنات. وبعدين بابا قال لي مش هياخدوا منك المناديل، هيديكي فلوس بس، عشان هما الناس بيحبوا العيال الصغيره. يعني كمان بتشحتي، منزلك تشحتي. وكمان قايلك تعملي ايه؟ ها؟ ده ما عندوش دم والله. ايه الابهات دي؟ بس والنبي ما تقولوش عشان هيزعقني. لا هو انا ينفع اروح اكلم مع ماما وبابا لو مش هتزعلي؟ اه بس ما اكلمهمش انا. يا ستي انا هكلمهم، عشان انتي لازم ترجعي مدرستك قريب عشان امتحاناتك اخر الشهر الجاي. ينفع كده؟ لا. طب انا طالبه منك طلب، ينفع تاخدي المناديل دي وتروحي وانا جايه وراكي دلوقتي؟ ماشي. نانسي انت عارفه بيتها فين ولا لا؟ عارفه. طيب خلاص انا جايه لك دلوقتي مع نانسي، بس طالبه منك ما تبقيش لاي حد تاني وتروحي لي البيت حالا. انت زي بنتي بالظبط. ماشي شكرا يا طنط. وخدي خلي ال 20 جنيه دي معاكي. بس دول كتير قوي. لا يا حبيبتي. لا مش كتير. خد حقهم. لا 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 مش عايزين اي حاجه، انا عايزاكي تروحي البيت على طول. ينفع؟ تمام. عايزه حاجه؟ لا. مع السلامه يا نانسي. مع السلامه يا
ده ايه الاب والام اللي ما عندهمش دم دول؟ يعني شغلوا البت وقعدوها من المدرسه وهم قاعدين في البيت حاطين رجل على رجل. انت بتبيعي مناديل؟ لو يقول لها ايه انزلي هاتي وهم هتسحبي عليهم مش هياخدوا منك مناديل. والله بجد لو شفته هزقهم. والله العظيم احسن ما تقدرش تستحمل كده. لا نروح لها حرام. تبقى شاطره يا نانسي؟ جدا يا بابا. والله. نخساره والله دي عنده كنز، عنده كنز بصي بيعمل فيه ايه. يلا تعالى نروح له احسن. طب تعالي طب تعالي. انا ليه كلام معايا هي. بس يا محمد ما ينفعش اللي هو عمله ده يا محمد، ده هيطلع البنت من المدرسه ويضيع لها مستقبلها. انا مش عايزه كده، ما حرام البنت صغيره ما تستحملش كل ده اصلا وهي تقف في الشمس كل الفتره دي. السلام عليكم. يا حود السلام. اللي انت بتعمله ده انا جبته وشكت اشتكيت له على كل حاجه وحكيت له على اللي انت عملته مع البنت كله. انت دلوقتي بعتي بنتك، بكره هتبيع اختي. ايه اللي انت بتقوله ده يا عم؟ يا عم بطل الهباب انت بتشربه ده يا عم، وفوق شويه. اتكلم معايا عادل يا بحترمك، ما تتكلمش معايا كده. انت اللي تتكلم كويس، اتكلم كويس. تطلع بنتك من المدرسه عشان تبيع مناديل؟ ايوه يا عم ناس تعاطف على العيال. تشتغل انت يا عم، انت فيك صحه اهو تروح تشتغل. انا مش قادر اشتغل خلاص، انا جايب بيت من الهباب اللي انت بتشربه يا عم. مش قادر تمشي. بطله يا عم هباب ايه وبتاع ايه يا عم، ايه اللي انت بتقوله ده يا عم؟ انا هاخد اختي معايا البيت، ولما تعرف تصرف على البيت ابقى اتصل بيها تيجي تاخدها. تمام؟ بابا ايه عملت ايه؟ استنى عملت ايه؟ دي كام ده ايه؟ ما بديش حاجة؟ لا يا بابا ما رضيش ياخدوا مني حاجة، بس يا بابا واحدة صاحبتي يا بابا شافتني وهي مع أبوها وأمها وطنط قالت لي ما ينفعش تبيعي مناديل عيب قوي، وقالت لي هاجي أكلم أبوكي وعرفتني. شفت أنت عملت إيه في البيت؟ عرفتني 20 جنيه. والله العظيم والله أنت خايفة، والله أنت هتهزقني. يا عم سيبني في حالي، انا شايف حياتي صح. انا نادم ما بعرفش اشتغل خلاص، بطلت اشتغل. انا هقعد امنيه معايا وايه معايا؟ ما بتقدرش تمشي، ما بتقدرش تمشي، ما بتقدرش تمشي. ما بطلت مش هنعيش معاك ولا انا ولا البنت. انت لو بطلتيش ولا انا ولا البنت. انا عاوز البنت وانت تمشي. مش هتعيش معاك، هتيجي معايا. انت عاوز انت لو بطلت الزفت اللي انت بتشربه ده هتفوق تبقى زي الفل. السلام عليكم. مساء الخير. ابو امنيه حضرتك؟ ابو امنيه؟ اه في حاجه ولا ايه؟ امنيه مع بنتي في المدرسه. أنا بصراحة مش قابلة خالص إن بنتك تسيب المدرسة والامتحانات قربت عشان تبيع مناديل، دي بتقول لنا بابا قايل لي أنت هتروحي للناس هتسحبي عليهم هيديكي الفلوس على طول. هو قال لها كده فعلا، هو ده الكلام اللي هو قاله. وحضرتك سكتت إزاي؟ هو أنا ما بإيديش حاجة، قلت له أعمل إيه؟ قال لي اقعدي أنت هنا ورماني في البيت ومشى. بص إيه المفروض إن أنا أعمله؟ لو سمحت أنت عندك كنز، دي بنتي بتقول بتطلع من الأوائل على طول، دي خسارة ليها. أنا مش عاوز أوائل، عاوز فلوس. كنز اللي تعلمه أخده إيه؟ اللي اتعلمه اخده ايه؟ لو بقت دكتوره بتمشي في الشارع تقول انا بنتي دكتوره تفتخر بنفسك. يا عم انا عاوز فلوس وافتخر، مش عاوز دكتور. يا عم تعالى شغلك عندي في الشركه. انا ما قادر اشتغل، ما بقتش قادر اشتغل ولا اعمل اي حاجه، انا كده مبسوط. بنتي يا عم وبيتي. والله حضرتك خساره. انا هاخد امنيه وايه معايا البيت، لما تعرف تصرف على البيت يبقى تعالى خد. اخويا جبت اخويا واشتكيت له على اللي هو عمله معايا. ما تعيشيش معاه وبنتك ترجع المدرسه من بكره، حرام عليكي. لا هترجع المدرسه. والله اصل لو محتاجه اي مصروف انا هسدها تحت امرك. والله العظيم شكرا. هي شاطره خالص. عايزين تكفلوا دراستها كلها، احنا تحت امرك. والله انا اخويا بس ما تقعداش حرام. اخويا مش مخليني محتاجه حاجه. وانت اقول لك حاجه، ربنا حسب الله ونعم الوكيل فيك يا جدع، ده على مستقبلك. من الزفت اللي بيشربه والله. ما بيحوقش فيه كلام مهما لو اتكلمت للصبح، هو هو بدماغه بتفكيره هو هو مش هيتغير. عندك كنز وتضيعه كده، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. يا عم انا مش عاوز تعالي، عاوز الشغل عشان تصرف عليه. يا اخي انت روح اشتغل بيه. مين اللي راجل؟ تقلق فوق لنفسك. مين اللي راجل؟ مين اللي راجل؟ هي ولا انت؟ ولا انا؟ ما شويه نزلتها هي شويه شويه تقول لي اصل انت. انت عاوز ايه؟ يلا بينا هيك، يلا تعالي يا امي. فوق مش تاني ماشي ليه ده؟ هو حلال في اللي حصل له؟ انت مشيت ليه يعني؟ يلا بينا يا حبيبي. هو ماشي ليه؟ يلا بينا. انت ما لسع بين عليه. امال بينا يبيع مناديل؟ امال انا هصرف منين انا؟ هصرف منين يا جدعان؟ انتوا في حاجه في دماغكم؟ انا شايفكم مش فايقين والله. ده الناس دي ضايعه ولا ايه؟ في ايه لما تبيع مناديل تاكلني انا؟ فخلاص مش قادر اشتغل. خد يا بنت